أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هناك قاعدة مأخوذة من الروايات تقول، قاعدة مهمة طبعا هذه، أخلص العمل يكفيك القليل من بعض الناس. نعم، لا يمكنه أن ينفق إنفاقا بليغا، وضعه الاقتصادي لا يساعده مثلا على بناء مسجد، على بناء مشروع يعتد به، ولكن الله عز وجل فتح الأبواب للجميع. بإمكانك أن تخلص العمل، رب العالمين يبارك في ذلك العمل. إذن النوايا دخيلة في هذا المقام. نذكر بعض التطبيقات، هذا الكلام العام نذكر له شواهد من السنة من كلام النبي وآله. هذه الرواية عن النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، من أخذ بركاب رجل، أنتم تعرفون في الأيام السابقة الذي يريد أن يركب الجواد، الجواد مرتفع، لابد أن يضع رجله على الركاب ثم يصعد. بعض الأوقات أيضا كبير السن أو غيره يحتاج إلى معونة، أحدهم يساعده على ركوب الفرس. إنسان يأخذ بركاب رجل، يعني يعيد إنسانا ليعلو صهوة الجواد، هذا العمل كم وزنه؟ ليس فيه مال، إنفاق مالي، ليس فيه عمل بدني مرهق، ليس جهاد في سبيل الله. أخذ بركاب رجل، ولكن هناك شرطان أو قيدان. الآن قبل أن أذكر الشرطين، النتيجة أنه غفر له. طبعا الآن لم يقل النبي غفر الله له كذا سيئة، كلمة غفر له على إجماله يعلم أن المغفرة عظيمة. ما المانع أن نقول رب العالمين يغفر له مثلا ذنوبا؟ الآن كل ذنوبه، معظم ذنوبه لا ندري، رب العالمين بيده الحسابات. إجمالا غفر له مغفرة يعني يعتد بها. مقدمة الرواية ماذا؟ من أخذ بركاب رجل. النهاية ماذا؟ غفر له. ولكن كل الكلام في الوسط، لا يرجوه ولا يخافه، ما أعانه خوفا من هذا، صاحب الصوت صاحب مقام يخاف من غضبه، ولا يرجوه، لا يرجوه لشيء. معنى ذلك أنه عمل هذا العمل تقربا إلى الله عز وجل. انظروا إلى العمل القليل مع الإخلاص ماذا ينتج. رواية، طبعا هذه الرواية على قصرها يفتح آفاق للمؤمنين. من أكرم أخاه، الرواية نبوية، من أكرم أخاه، يا له من تعبير، فإنما يكرم الله. طبعا من أكرم أخاه واضح أنه لوجه الله أكرم أخاه، ما أكرم تاجرا ليعطيه بضاعة بسعر أرخص، ما أكرم إنسانا له منصب ليستفيد من منصبه، أكرم أخاه لا لشيء إلا لله عز وجل، فإنما يكرم الله. الآن من أكرم الله عز وجل ماذا جزاؤه؟ نحن لا نعلم، هذا جزاؤه عند ربه. وقال من أكرم أخاه أن تعطيه شربة من الماء في اليوم الحار، هذا إكرام.
أن تفرج همه بابتسامة بنصيحة، هذا إكرام، ليس الإكرام هنا متوقفا على المال. قلنا الكلام في المصاديق، يأتيك أخ مسلم، بعض المجالس فيها وسائد، الوسائد ليس بعدد الجالسين، أقل من الجالسين، تأخذ وسادة وتجعلها وراء ظهر هذا الإنسان، وليس بالضرورة أن يكون كبير السن، شاب تكرمه بالوسادة، هكذا متعارف من طرق الإكرام أن تجعل الوسادة وراء ظهره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غريب إخواني روايات النبي وآله تتناول أقل الجزئيات. الآن ما قيمة هذا العمل؟ عندنا كذا رواية في هذا المقام، ما من مسلم يدخل عليه أخوه المسلم فيلقي له وسادة، الآن ما قال يجعله وراء ظهره، يلقي إليه وسادة، ولكن بأي قيد؟ إكراما له، أيضا ليس فيه طمع وليس فيه خوف، إكراما له وإعظاما، إلا غفر الله له. إذن أخذ بركاب الفرس غفر الله له، ألقى إليه وسادة أيضا غفر الله له. والرواية أيضا في روايات أخرى، الذي يرد هذه الكرامة أيضا مذموم، ما دام أخوك أكرمك اقبل هذه الكرامة. الرواية عنيفة شديدة عن الإمام الصادق عليه السلام، أيضا مضمونه العام عن النبي الأعظم، دخل رجلان على أمير المؤمنين فألقى لكل واحد منهما وسادة، أمير المؤمنين عمل بهذه الرواية، فقعد عليه أحدهما وأبى الآخر، كأنه استنكف هذه الكرامة من أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين أقعد عليها فإنه لا يأبى الكرامة إلا حمار. الذي لا يقبل الاحترام والكرامة هذا صفته. النبي أيضا روي عن لا يأبى الكرامة إلا حمار، هذا لا يفهم، أنت تكرمه وهو يرد الإكرام. الآن بالمناسبة، طبعا هذه ليست رواية، بعض الأوقات الإنسان يذهب إلى داخل المنزل بعد فترة، يأتي بطبق من حلوى من فاكهة وأنت ضيف، بعض الناس هكذا بيده يشير أي لا أريد هذا الشيء، خذ من اجعله على طبق ثم لا تأكل من، اقبل الكرامة بهذه الحركة، لا ترد كرامة هذا المؤمن. اقبل الكرامة، وأفضل الكرامة الطيب، يفهم من الروايات أن من أفضل الهدايا الطيب للمؤمنين، أخفه محملا وأطيبه ريحا. وأنتم تعرفون، البعض منكم يعلم أن الصلاة مع الطيب نعم تتضاعف، لعله قرابة 70، أنت عندما تعطيه طيبا تعينه على صلاته، نعم وعلى غيره. إذن هذا أيضا من المصادق. كلامنا في المصادق، الناس ليسوا سواسية في الإكرام، إذا أردت أن تكرم قدم ذي الشيبة في الإسلام، إن من عظم جلال الله تعالى إكرام ثلاثة، إذا أردت أن تدعو إلى منزلك أحد قدم ذوي الشيبة، هذا الذي شاب في الإسلام له كرامة عند الله عز وجل. الآن لعل هناك رواية لا أجزم بها، ولكن الله عز وجل يستحي أن يحرق بناره نور شيبة المسلم، لعلها كذا رواية موجودة، ذي الشيبة في الإسلام
والإمام العادل إنسان عادل وحامل القرآن طبعا غير الغالي ولا الجافي عن العامل بكتاب الله عز وجل. كلمة أخيرة، بعض الناس عندما يكرم الغير إذا كانت الكرامة معتبرة، مبلغ مالي يعتد به، قضى له حاجة مهمة، البعض يتبجح أمام الناس، أو قد يذكر الشخص يقول ألم أعمل لك كذا وكذا. هذه صفة فرعون، قال لموسى عليه السلام ألم نربك فينا وليدا من عليه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض الناس الآن لا يظهر لا أمام الشخص ولا أمام الغير، ولكن في قلبه يتعالى، إذا مر أمامه يقول أنا الذي أكرمته، قد يسلم عليه لا يتقن الجواب. طبعا هذه أسرار العباد، رب العالمين يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الإنسان ماذا حاله؟ الذي يرى ما قام به يراه كثيرا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إن مكرمة صنعتها إلى أحد من الناس إنما أكرمت بها نفسك. هو رب العالمين جعله سبيلا لأن ترتقي أنت، أكرمت نفسك قبل أن تكرم غيرك. إنما أكرمت بها نفسك وزينت بها عرضك، فلا تطلب من غيرك شكر ما صنعت إلى نفسك، صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول أنت أكرمت نفسك، لماذا تطلب الشكر من الغير؟ البعض من الناس حتى الآباء يقول ولدي صنعت له كذا فلان كذا، هذا ما قدرني ما شكر سعيي. لا تقل هذا الكلام أبدا، اجعل شعارك شعار أمير المؤمنين في سورة هل أتى. ما هو شعارهم؟ هو والزهراء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا أعلم بعض المؤمنين عندما يكرم أحدا إكراما مثلا بليغا، إذا رآه أمامه في السوق أو الطريق ينحرف عن الطريق لئلا يعيش الخجل، يقول إذا رآني قد يستحي مني لإكرامي له، لا يواجه من أكرمه لئلا يشكره، لئلا يبدي له الشكر الزائد فينتقص قدره وينتقص أجره. هنيئا لمن اتخذ من النبي وآله أسوة في حياته وفي كل شؤونه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. والفاتحة مع الصلوات.